لحظة نفرح في لحظة نحزن في لحظة والعمر كله لحظة مرة وساعات بتحلى وهي رحلة تخلص في لحظة يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا لحظة ألم قلب اتظلم دمعة فراق فرحة لقاء صعب الحياة وهينا أسيا وساعات حنينا ابني الحبيب ستشتاق في حياتك يوما ما إلى سماع كلمة أحبك من فتاة قبل الأوان وكلما رأيت قصص الحب التي يعيشها أحبابك من حولك ازداد شوقك لهذه الكلمة ابني ستعرض عليك المخدرات وستسمع عنها كلاما ممتعا وسيتحرك قلبك للذة التجربة وقد تنسى وقتها العواقب كم اشتاقت بنات كثيرة لو أن تعود بها الأيام مرة أخرى حتى لا ترتدي هذا الحجاب الذي تشعر الآن أنه سر تعاستها وكم من رجل عرضت عليه أموال كثيرة لكنها من الحرام ابني الحبيب إنه اختبار الله الأعظم شهوات ممتعة التقت مع رغبات النفس وغرائزها والسعيد هو من جاهد نفسه واختار الله والتعيس من فكر في اللذة الوقتية ونسي العواقب ابني الحبيب قد تخطئ لأنك إنسان ولكن على الأقل لا تجعل الشوق إلى المعصية يغلبك في كل مرة واعلم أن أبواب الرحمن مفتوحة لكل تائب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن إطلاق البصر حتى لا ينهزم القلب أمام لحظة الشوق إلى المعصية وأمرنا الله ألا نكون في مجالس الخمر والمخدرات حتى لا نتمنى ونشتاق إلى ما يشعرون به من اللامبالاة والسعادة الكاذبة ابن الحبيب لقد اختارك الله أن تكون عبدا له فإذا أتتك لحظة الشوق إلى المعصية فاختر ربك وإلهك وسيدك ولا تخسر يا بني أياما جميلة قضيتها مع الله في لحظة شوق لمعصية واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لحظة الشوق لمعصية من أكبر الاختبارات اللي الإنسان بيتحط فيها في حياته هي لحظة اللهفة على ذنب تملك من العقل أو القلب لحظة الاحتياج لمتعة بيتصورها الإنسان أو دقها قبل كده لذنب كتير بيتعرض عليك ذنب انت شايف اللي بيعمله مبسوط قوي وبعدين يتفتح لك الطريق ليه فتشتاق انك تدوق اللذة اللي انت شايفها في عيون اللي بيغلط الغلطة دي فتعدي بيك وتمر عليك لحظة الشوق لمعصية ساعات لحظة الشوق لمعصية بتكون لذنب قديم انت بطلته من فترة لكن اتعرض عليك تاني فتهجم عليك المشاعر والمتع والأحاسيس بتاعت زمان فتشتاق للمعصية هي لحظة بيعقبها قرار إما أن الإنسان يغلط أو الإنسان يحافظ على نفسه هي لحظة من أعظم اختبارات الله للبشر عندك فيها اختيارين قال صلى الله عليه وآله وسلم في لحظة عرض الفتنة على القلب هما قلبين فأيما قلب أشربها أول ما اشتاق جري عليها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب ردها أول ما اشتاق حافظ على نفسه وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء قلب يسود من النقط السوداء وقلب يبيض من النقط البيضاء قلب يضعف وقلب يقوى اللحظة دي لازم تتعلم إزاي تتعامل مع مشاعرك وأحاسيسك وأفكارك
ورغباتك لازم ازاي تتعلم تعيش اللحظة دي، لحظة الشوق لمعصية. ربنا اتكلم عنها في القرآن وشرح تفصيلات كتير فيها. مبدئيا ربنا أقر حقيقة إن الجمال اللي في الدنيا عشان تعيشوا مبسوطين، مش عشان نحارب ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. عارف معنى الآية يعني إيه؟ الجمال والحب والفلوس الكتيرة وأماكن الخروجات، كل متع الدنيا هي زينة للأرض عشان الأرض تبقى جميلة، ما تبقوش عايشين في مكان كئيب. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني إيه نبلوهم؟ اختبار. أيهم أحسن عملا يعني إيه؟ يعني من هياخدها بالحلال ومن هياخدها بالحرام، من هيشتاق للذنب فيجري عليه، ومن هيشتاق للذنب واللذة فيجري على الحلال اللي منه بس. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. واتكلم ربنا سبحانه وتعالى إن في شياطين على رأسهم إبليس بيزق الإنسان وقت ما يشتاق للمعصية إنه يغلط. قال رب العالمين، الشيطان بيقول في القرآن، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. الشيطان له دور كبير في إيصال الإنسان للحظة الشوق لمعصية ودفع الإنسان للغلط في لحظة الشوق لمعصية. لكن ربنا أقر إن في ناس في لحظة الشوق لمعصية بيبقى عندهم إدراك ووعي وبيحاول يحمي نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أول ما اشتاق جري على الذنب على طول وفضل الدنيا على الآخرة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في لحظة الشوق للمعصية عمل حاجة عاشها بطريقة خلته يكون من أهل الجنة في الدنيا وفي الآخرة. هي لحظة محتاج تتعلم قوي وتفهم قوي إزاي تعيش لحظة الشوق لمعصية. اللي بيحصل في لحظة شوق معصية تخيلي عامل زي اللي عارف لما يكون بتفاصل مع حد عايز تشتري حاجة، فبتحاول تقنعه وتديله مزايا البيعة، والبيعة في الحالة دي هي انك انت بتبيع نفسك. لحظة الشوق للمعصية دي بتيجي لأي حد. بالعكس، اوقات بحس كتير ان كل ما انت بترتقي في قربك لربنا سبحانه وتعالى ساعات ربنا بيختبرك كده عشان يعليك، عشان يطلعك لمرتبة تانية ويطلعك لليفل تاني مختلف عن اللي انت كنت موجود فيه. وانا مشتاق لمعصية بستدعي كل اللحظات الحلوة اللي في المعصية. اوعى اي حد يفتكر ان المعصية مش حلوة، هي حلوة، هي مشكلتها انها حلوة، مشكلتها مع البشر انها حلوة. لو هي مش حلوة ما كانش حد عملها. فانا طول الوقت بتقعد تستدعي كل الحاجات الحلوة، وساعتها ربنا يبقى بيرحمك لو افتكرت الحاجة الوحشة اللي بايتة جواها. هي متغلفة حلوة قوي، هي عاملة زي هدية متغلفة بشكل جميل جدا، بس جوه شوك. لحظة شوق لمعصية انا بحس ان هي اول ما تبتدي، هيبتدي بقى انا عارفه انه الشيطان هيبدا يحللي المعصيه دي. اول ما يبدا يحلي قبل ما يخليني اشتاق لها، اول ما يبدا يحلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي بتحصل كتير للبنات اللي بتبقى محجبه مثلا، وتبدا بقى بس كان شكلي حلو وانا من غير حجاب، فتبدا تحلي الاول. ما بتبداش ان انا عايزه اقلع الحجاب او انا مشتاقه ان اقلع الحجاب، لا، هي بتبدا كان شكلي جميل بس كانت الناس بتقول عليا أمورة، فأبدأ أفتكر ده فأعيش الإحساس ده، فابتدي أشتاق إن أنا أرجع تاني للحظة دي. لكن ليه؟ ما هي حكمتك يا أحكم الحاكمين؟ يا رب ليه في لحظات فينا الواحد بيبقى عايز يغلط؟ ليه بتعرض علينا الفتن؟ بتفتننا يا رب عايزنا نبعد عنك؟ ولا في سر جوه لحظات الشوق المعصية وحكمة لو عرفتها تتعلق بربنا أكتر وتقوى على نفسك وتتحكم في نفسك في اللحظة دي؟ لحظة الشوق المعصية هي لحظة تدريب من الله لك أن تسبح عكس طيار الشهوة. هي لحظة المرور جوه أهم اختبار، هل هتختار ربنا ولا تختار نفسك؟ يا جماعة، الحرام تعريفه عند أهل الأصول هو الذي يؤجر تاركه ويأثم فاعله. أي معصية بتتعرض عليك لو سبتها أنت بتؤجر، دي لحظة ترقي من الله سبحانه وتعالى لك بيرقيك.
هي لحظة سماعك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ربنا بيدعوك في لحظة الشوق للمعصية أن تتركها ليحيا قلبك بالتعلق بالله. لحظة تدريب على المقاومة عشان تبقى قوي. لحظة كلها خير وارتقاء، بس لو اتعلمت إزاي تعيش اللحظة. وصلنا لمسارات اللحظة. يا ترى اللحظة تبقى أقوى منك وتجرفك في طريقها، تعرفش تحكم في نفسك، ولا أنت اللي هتسوق اللحظة دي وتاخدها في الطريق، الطريق الصح لقيمك وأخلاقك. لو اللحظة كانت أقوى منك في لحظة الشوق للمعصية تبقى أنت المندفع للمعصية، ولو أنت أقوى هتبقى مستجيب ربنا على الذنب ده. المندفع، المندفع هو شخص جات له خاطرة الذنب أو المعصية فسابه يكبر بقى فكرة، وسابه يكبر بقى هم شغل باله، سابه يكبر بقى إرادة ثم فعل. الموضوع ده ممكن ياخد معاك 10 ثواني أو ياخد معاك أيام وانت مشغول بالذنب ده، قاعد على الإنترنت على الفيسبوك اتبعت لك لينك الفيديو حرام، في لحظة ممكن تشتاق وتتمنى وتتخيل وتتفرج. وممكن الإنسان مع عرض المخدرات وعرض فكرة ان انت دماغك هتبقى تمام ومش فارقة معاك الحياة ولا ضغوط الحياة، تقعد يومين ثلاثة أسبوعين ثلاثة بتاخد القرار وانت مشتاق تدوق اللي بيتكلموا عليه. يوم ما مسكت ايديها وحسيت بشيء مختلف في حياتك او اكتر من كده كمان، اشتقت ان انت تجرب اكتر وتدوس اكتر وتقرب اكتر. اشتياق اشتياق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع للهوى، مزاجي نفسي اشتقت. عشان كده كتير من الاوقات ما كان العلماء والصالحين يقولوا اكثر ما اسقط العبادة في الخطايا اتباع الهوى وطول الامل. اما اتباع الهوى فجرأهم على الله، واما طول الامل فجعلهم يسوفون التوبة بعدين. اول مرة كان يدوق سيجارة الحشيش كانت في حفلة التخرج. حفلة دي هو كان بيقول عليها كلام، بيقول انا كانتش فارقة معايا بس كتر ما بيتكلموا عليها الشباب والبنات، ودي ليلة جامدة في اخر يوم في المدرسة قبل ما نخش الجامعة، رأس وشرب. انا اصلا رياضي ومن بيت متحفظ وبصلي، بس اشتقت ان انا اخرج معاهم. هو بيحكي كده، اشتقت ان انا اخرج معاهم من كتر ما بيتكلموا. وخرجت وانا واخد وعد على نفسي مش هشرب، وخرجت لقيت نفسي سخيف. اغلبهم بيشربوا، واللي بيشرب كل حاجه تشرب هناك بقى مخدرات وخمره وكل حاجه، واللي بيشرب بيبقى شكله روش قوي ولذيذ قوي ومختلف وبيجرب حاجه ممكن تبقى جديده عليه. فشربت وما فقتش الا وامي منهاره قدامي لما رجعت بعد الفجر وعيني حمره دم لما شافتني لساني تقيل. حاجه صعبه جدا. ساعات الواحد على فكره في لحظه الشوق للمعصيه لو هتسمع جواك بقى بيقول ايه، بيتكل على عفو الرحمن. على فكرة عفو الرحمن واسع ويسع كل الخطايا، وربنا مقدر ان انت ضعيف وبيسامحك على ضعفك، بس المعاني الجميلة دي ما تخليش الانسان في مستقبله كل ما يجي يغلط يتكئ عليها. دي معاني الانسان المفروض يفكر فيها، لو غلط ان انا ممكن ارجع له ويقبلني. لكن ابقى مندفع في لحظة الشوق للمعصية متكل على عفو الرحمن قبل ما اغلط، لو كل مرة عملت كده خسارة. خسارة بقى انا استفدت من عفو الرحمن بالطريقة دي ان اكون جريء على ربنا. بس انا عايز اقول حاجة، عايز اقول لكل واحد اندفع في لحظة الشوق للمعصية، اندفع في الرجوع لربنا زي ما اندفعت في الغلط. ربنا سبحانه وتعالى قال ففروا الى الله. يلا روح، كأنك بتغسل جبال الذنوب بسيول الغفران من ربنا سبحانه وتعالى. يلا ربنا في القرآن قال إنما التوبة على الله، يعني ربنا أوجب على نفسه التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. عملت الغلط وانت جاهل لمقام ربنا، انت جاهل للعواقب. وبعدين كما قال أحد الصالحين، إن العبد ليذنب الذنب فيزال به كئيبا، فلا يزال به كئيبا. فعلا تغلط تفضل مكتئب، ساعتها الإنسان بيندفع بسبب الاكتئاب والألم ده لربنا. اندفع ولا تيأس أبدا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن يوم القيامة في لحظة الشوق لمعصية اللي هيندفع للغلط ويفضل يندفع للغلط وما اندفعش في الرجوع لربنا، ممكن يجي يوم القيامة قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا،
كنا وحشين والشوق للمعصية كسبنا وهو اللي سيطر علينا. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وبعدين ربنا يتكلم على ناس كانت ممكن تكون بتغلط بس بتندفع إلى الله في لحظة الشوق للمعصية. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. حقك علي يا رب، أنا غلطت الحقني يا رب وسامحني. فيندفع بعد ما اندفع للغلط، يندفع في لحظة الشوق للمعصية لربنا إن يتوب عليه ويسامحه سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لنفسي وبقول لكل إنسان في لحظة الشوق للمعصية بيندفع في الغلط ففروا إلى الله. أنا لو رجع بيا لزمان للحظة معصية قديمة مش هعملها، لأن أنا ساعتها ما كانش عندي الوعي الكافي إن أنا أقاوم. في نفس الوقت وبنفس التصور ده، لحظات المعصية اللي جاية هكون أجهز وهكون قادر إن أنا أفهم الواقع اللي فيها إنها حلوة جدا جدا جدا، بس هي هتوديني في داهية. في لحظة الشوق للمعصية الشيطان بياخدها واحدة واحدة. يعني مثلا لو انت بتصلي في الجامع يخليك تصلي في البيت، لو بتصلي في البيت فتأخر الصلاة، طب ما هصلي العشاء بكرة الصبح، فتبتدي الدنيا تنزل، ما بياخدهاش مرة واحدة. فالواحد يحاول دايما انه ما يستصغرش الافعال. يعني ساعات الشيطان بيخش لك من باب يا عم دي حاجة صغيرة، يعني ايه المشكلة لما تعملها، سواء حاجة كويسة او حاجة وحشة. فالحاجات دي تبقى صغيرة بس فعلا الواحد ساعات ممكن تكون دي اللي بتاخد بركة يومه وبركة حياته، والتكرارها بيخلي قلبه يجمد وينشف ويبقى قاسي جدا، فما يقدرش يقوي نفسه لما تجيله لحظة الشوق للمعصية. بوصي نفسي لما بغلط وبفكر نفسي وبدعي ربنا سبحانه وتعالى انه دايما يفكرني يخليني قادرة ان انا افتكر ان دي معصية وافتكر ان استغفر وافتكر ان اتوب في وقتها. بس قبل الشوق في لحظة الشوق ده في حوار داخلي، الحوار ده بيبرر لك انا في واحد جواك تاني عمال يقول لك دي تمام، لا تقول لي اسكت بقى اخرس دلوقتي سيبني في حالي، وتستعيذ بقى تكسر الحوار ده، لان الحوار ده ممكن يبقى ثانيتين ثلاثة دقيقتين او اطول، اوقفه اقطعه. اما اذا مرت بيك لحظة الشوق للمعصية وحبيت تعيش اللحظة دي على مراد الله فكن المستجير. من المستجير؟ المحتمي بالله من شهوة نفسه وضعف نفسه. إلجأ للحفيظ، اهرب واشغل نفسك واقطع الفكرة بالمقارنة ما بين الانتصار على النفس أو الانكسار أمام الشهوة. أولاً عشان تعرف تكون مستجير بربنا في لحظة الشوق للمعصية إلجأ للحفيظ. ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يحفظك من شهوة نفسك وضعفك أمامها. بسم الله الرحمن الرحيم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا ما يضعفوش ولا ينقصه ولا يتعبه إنه يحفظ السماوات والأرض باللي فيها، وانت مخلوق من هذه المخلوقات والله بيعرض عليك إنك تستجير بحفظه سبحانه وتعالى. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذا كان ربنا مسك السماء أنها تقع على الأرض فيقدر يمسكك إنك ما تغلطش، ولو غلطت بضعفك يقدر يثبتك على طريق التوبة، يمسكك على طريق التوبة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عشان تبقى قوي في لحظة الشوق للمعصية مستجير، الأول إلجأ للحفيظ سبحانه وتعالى. تاني حاجة، محتاج أنت تهرب من الموقف أو المكان أو الصحبة اللي بتزقك للحظة دي، لحظة الشوق للمعصية. اهرب واشغل نفسك. سيدنا ثعلبة في أحد روايات السيرة، أحد الصحابة معدي كده فمن جنب بيت، ففي فتحة في الباب، فرأى امرأة تغتسل، كأنه موقف يشبه واحد شاف فيلم إباحي، لقطة مش عارف مش مهذبة، فوقف لحظة كده وكأن عينه ثبتت، ملحقش على طول يشيل عينيه، وفجأة افتكر إن ممكن ينزل فيه قرآن. وكأن الموقف ده موجه لكل إنسان ضعف مرة في حياته قدام مشهد إباحي ينزل فيه قرآن، فهرب وعاش ما بين الجبال بين مكة والمدينة. فنزل سيدنا جبريل
يقول يا محمد إن الله سبحانه وتعالى يقول لك إن هناك عبدا من عبادي يستجير بي بين رؤوس الجبال، انده على طول يجي لك يا محمد الحقه. فإذا سيدنا محمد يبعت سيدنا عمر وسيدنا سلمان يدوروا عليه، فلقوا أحد الأعراب رعاة الغنم قالوا له في شاب هنا، فقال المستجير من النار. فقالوا كيف عرفت أنه مستجير من النار؟ قال لأنه في كل يوم إذا جاء المساء يخرج يقول يا رب هل قبضت روحي قبل أن أقف بين يديك؟ شكرت يا رب مت قبل اللحظة دي، ولما تحاسبني عنها يوم القيامة هل قبضت روحي قبل أن أقف بين يديك؟ أيوه هو ده اللي احنا عايزينه. فجابوه، فأول ما وصلوا له سيدنا عمر حضنه، فسيدنا ثعلبة قال له هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ قال لا أعرف غير أنه طلبك. فقال لهم طب دخلوني عليه وهو في الصلاة. فراحوا بيه سيدنا محمد، سيدنا محمد كان بيصلي، أول ما فرغ من الصلاة قال ما الذي غيبك يا ثعلبة كنت فين؟ قال غيبني ذنبي يا رسول الله. قال ألا أدلك على آية يمحو الله بها الذنوب؟ قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال يا رسول الله ذنبي أعظم أو ذنبي عظيم؟ قال كلام الله أعظم، ذنبك عظيم بس الله كلامه أعظم. سبص الآية واللفتة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يا رب نستمتع بالدنيا بس حسنة وسعادة وانبساط، ما تضيعش حسنة الآخرة وفي الآخرة حسنة. لو اشتقت لشيء معين ممتع ما يكونش ذنب، إنما أجيبه بالحلال مش بالحرام يا رب العالمين. ذنبي عظيم، قال كلام الله أعظم. أنا أعرف أكثر من واحد وعندي أكثر من قصة لشاب من الشباب اللي شربوا مخدرات، وقصتي اللي عندي النهاردة لواحد شرب مخدرات وتعالج وبعدين طلع بره المستشفى ورجع تاني بعد ما شرب تاني، وكان قاسية جدا جدا على أبوه وأمه، كانت قاسية جدا عليه إنه يخش المستشفى تاني، وبتبقى بهدلة أكتر على فكرة. لكنه المرة دي اتعلم، بعد ما طلع من المستشفى المرة الأولى اشتاق لأيام زمان وجو زمان. المرة دي الدكتور قال له هتبعد عن كل حاجة وكل حتة تخليك تشتاق لأيام زمان وأشواق قلبك للمعصية. الولد ده ساب بلده وراح عاش في مكان تاني، اشتغل شغلانة بعيد خالص عن اللي كان شغلها، وبدأ يحضر مقرأة وحفظ 10 أجزاء من القرآن. هو دلوقتي مستقر جدا. ساب بلده بس ربنا قال في القرآن يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. عمل زي اللي قتل 100 نفس وساب البلد كلها، لأن البلد كان مش عارف، لأن أصحابه حواليه كل شبر واحد بيشد للمخدرات. الشخص ده فعلا كان فعلا بيهرب عشان يشغل نفسه. يبقى استجير بربنا المستجير سبحانه وتعالى، والجأ للحفيظ سبحانه وتعالى. 2، اهرب واشغل نفسك. آخر حاجة الشوق للمعصية، اللحظة دي لحظة فكرة بتسيطر، عشان تطردها لازم تطردها بفكرة تانية. الفكرة دي مقارنة، وانت عمال تفكر في الذنب قارن ما بين الهزيمة قدام النفس وما بين الانتصار. افتكر كلمة أبي بن كعب الصحابي الكريم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. افتكر كلمة ربنا اللي في القرآن، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة في الدنيا السعادة والتعويض والخير والمتعة، ما فيش ذنب إلا وليه بديل حلال. والعاقبة في الدنيا والآخرة والعاقبة للمتقين. افتكر كلمة الإمام مالك يوم ما سيدنا الإمام الشافعي جاله وسمع له الموطأ ده 1500 حديث، فالإمام مالك أعجب بيه. وعلى فكرة كلنا عندنا مميزات، الإمام الشافعي كان في العلم وأشياء أخرى، أنت عندك مميزات ربنا ألقاها في قلبك. فالإمام مالك أعجب بيه وقال يا محمد، محمد ده الإمام الشافعي محمد بن إدريس، قال يا محمد أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ما تضيعش التوفيق، ما تضيعش الأفكار، ما تضيعش البهاء والنور اللي في وشك بظلمة المعصية. قارن، لما تقارن الشوق ده هيدوب قدام تصورك لعواقب الذنب ده. يبقى المستجير لحظة الشوق للمعصية، يا إما تهزمك وتبقى مندفع في الغلط، وبقول لك ساعتها هندفع لربنا في التوبة وهيقبلك لأنه وعد بكده، أو تصنع منك المستجير اللي بيلجأ للحفيظ واللي بيهرب ويشغل نفسه واللي عمال يفكر في عواقب الذنب وعواقب إني أضحي وأسيب الذنب ده عشان ربنا. هي لحظة فيها أكبر اختبار من رب العالمين للبشر إن في زينة في الأرض وفي شهوات مركبة، واللحظة دي هي
هي بتجيلك لذنب قديم كنت بتعمله هجم عليك تاني فاشتقت الأحاسيس ومشاعر زمان، يا إما ذنب مفتوح قدامك وشايف ناس بتغلط فنفسك تدوق اللي هم بيدوقوا. ساعتها يلا اسبح ضد طيار الشهوة وأسكت الشهوة وعلي صوت الفطرة اللي بتقربك من رب العالمين سبحانه وتعالى. فاللهم يا رب العالمين لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وحل بيننا وبين معصيتنا، واجعل ذكرك يا الله حصنا لنا من شرور أنفسنا وسيئات خواطرنا يا الله. عد الحاجات الحلوة حواليك عدها، وكل لحظة فرحة عشها وحسها، ولربنا سلم أمورك كلها، ده هو عنده المبتدا والمنتهى. يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا، مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا؟ لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاك، صعب الحياة وهينا أسيا وساعة حنينا. لحظة ألم